طب قولنا ايه هي الحاجات اللي ممكن تنزلنا بجد في الوزن بشكل آمن وصحي وتكون مضمونها كويس، يصلح لكل الأعمار، يصلح لأمراض يعني الناس اللي عندها أمراض مزمنة تقدر تستخدمها بشكل آمن، ويبقى برضو يقدروا ينزلوا في الوزن، أو بتساعدهم، أو الناس اللي عندها شهية قوية دايما نختار عشان. ايه؟ ما هو بيبقى في حاجات كتير يا دكتور بالزبط. والله، احنا فعلا بجد والله بنختلط علينا الامور، صح. تجارب الاخرين ساعات بتاثر علينا، مظبوط، لكن مش شرط تكون ايجابيه معايا، ممكن تكون كانت ايجابيه مع صاحبه التجربه، صح. لكن ممكن لحد تاني يجربها ما تبقاش ايجابيه. فقول لنا نختار بناء على ايه، مظبوط. وحاجه طبيعيه وكويسه بناء على المنتج الاول، انا محتاجه ولا مش محتاجه، كويس، والمنتج ده بيعمل ايه، اللي هو بيعمله ده هو ده اللي انا عايزه اعمله ولا لا. تمام. يعني احنا دلوقتي اتكلمنا على، وحضرتك بتقولي ان انا عايزه حاجه تقفل الشهيه وعايزه حاجه تساعدني على الحرق وفي نفس الوقت تبقى امن. امن طبعا. لما اروح ناحيه الحاجات دي دايما بلجأ للحاجات اللي فيها الياف. تمام. يعني حاجه طبيعيه، فحاجه أي. صحيه، فحاجه ما تعمليش اي سايد افكتس، وفي نفس الوقت تحفز معايا الحرق، بس مش بالريت اللي احنا بنقعد نسمع عنه 10 كيلو في الاسبوع والكلام ده، لان ده غلط تماما. الناس مثلا، المنتج اللي احنا هنتكلم عليه النهارده هو بيستا. اوكي. احنا هنتكلم عليه بالتفصيل، بس انا عايزه اوضح حاجه. اتفضل. طول ما الحاجه امنه وصحيه، طول ما احنا النزول بتاعنا طبيعي، طول ما انا صحتي تمام. يعني كده نقدر نقول ان يا جماعه النزول السريع ما هوش حاجه صحيه. بالظبط. صح. والمنتجات اللي بتتعرض ان هي تخسسك، يعني مثلا الناس هتيجي تقول 20 كيلو في ليه شهر. اخد بيستا وهو مثلا ممكن يحفز معايا الحرق بتاع بنسبه 25 30%، لما ممكن اروح اخد برودكت تاني يخسسني مثلا 10 كيلو في الاسبوع. بس ده هيبقى ليه سايد افكت عليها وعلى المخ، وفي حاجات بتبقى مش كويسه. ليه سايد افكت على المخ؟ لان هو فيه كيميكلز، ليه مش هيخليها تنام، هيخليها عندها اكتئاب، او ضربات قلب سريعه. بالظبط. ضغط الدم عالي، ضربات القلب عاليه. وفي مشكله بقى مهمه جدا، ان اللي هم خسوه في الشهر ده بيرجعوا يزيدوه في اسبوع تاني. وشهيتهم تبقى مفتوحه اكتر، يا اشارها اقوى. بالظبط. فدي حاجه مهمه قوي، لان هو فيها حاجه كيميكال بتشتغل على الجهاز العصبي. لكن بيستا بقى هو كله ام. يعني هو بيكون من ثلاث حاجات. اول حاجه فيهم الالياف بتركيز 6 جرام، هو فيه الياف القشور بتاعه السيليوم، رده القمح، والشوفان. ودي الياف تقيله، يعني هو اول منتج في وده مصر. مكتوب اهو كمان على ظهر، مكتوب على العلبه كل المكونات بتاعته. ده اول منتج في مصر فيه ثلاث انواع من الالياف دي. الالياف بتعمل ايه؟ بتدخل جوه المعده، تمتص الميه اللي موجوده، بتشغل حيز كبير من المعده. يعني انا بقى لو باكل كتير، لو نفسي في حاجه ومش قادر ان انا اكلها عشان خايف من الدايت، بس عايزه ادوق وخايف ان انا اسرح شويه، لو معزوم مثلا في حاجه، لو لخبطت مثلا. بالظبط. انا متامن لو انا عندي اوكيجن معينه، او انا الحرق بتاعي بيزيد بنسبه اعلى لو انا باخده منتظم عليه في مثلا رحله نزولي للوزن او رحله تظبيط شكل جسمي. مش بس ان هو في الياف هتساعدني في التحكم في كميه الاكل، وان انا اكل سعرات اكتر فجسمي يحرق اكتر، لا، ده في كمان حاجات بتساعد على حرق النشويات، وحاجات بتساعد على حرق الدهون زي الكروميوم وفيتامين سي. كروميوم هو معدن مهم جدا، تركيز فيه 500 مايكرو جرام، ده بيظبط السكر في الدم وبيظبط حساسيه الانسولين، فبيخلي حرق النشويات معايا احسن كتير، وتخزين الدهون عندي اقل. يعني حتى لو مريض سكر يقدر ياخد؟ طبعا. ما بيتعارضش خالص لا مع امراض مزمنه ولا مريض سكر، بالعكس هو ولا بيساعده. امراض قلب، لانه ما بيعملش خفقان وما بيعملش الحاجات. بالظبط. كتير ناس بتبقى محتاجه تعرف منتج كويس. مظبوط. لانه ما فيهوش كافيين، وبيتباع في الصيدليه، يعني مرخص. بالظبط. كده، هي دي اهم حاجه. لما حضرتك كنت بتقولي لي ان احنا المنتج ناخده بناء على ايه ويبقى مناسب ليا، وبص لايه، اهم حاجه ان المنتج ده يكون المكونات بتاعته طبيعيه، يكون واخد ترخيص. صحيح. واخد تصريح من وزاره الصحه، ويكون متوفر في الصيدليات وبيتباع ليجل، لانه في ادويه كتير بتبقى متهربه. صحيح. وبتتباع الليجل، والناس. صح. بتتظلم فيها. صحيح. فاحنا المنتج بتاعنا واخد ترخيص من وزاره الصحه. فيتامين سي اللي موجود فيه بيساعد كمان في الفات اوكسيديشن، الحرق بتاع الدهون. فانا بحرق دهون، بحرق نشويات، مظبط حساسيه الانسولين عشان ما يجيليش ريسك بتاع مقاومه الانسولين اللي. صحيح. هي العرض الاشهر فيها اللي هو ثبات الوزن او زياده الوزن. في نفس الوقت بتحكم في الشهيه بتاعتي، وبقلل الكريفنجز، وبقلل الكميات، ودي اغلب تقريبا المشاكل اللي الناس بتتعرض لها في الدايت. صحيح. او بتبقى خايفه ان هي يحصل لها اول ما بتبتدي دايت، عشان كده بتتراجع شويه عن الفكره بتاعه الدايت. لا، مش عايزه ابتدي عشان هتحرم من اكل معين، لا مش عايز عشان في كميات معينه. فانا دلوقتي بقول لك ابتدي دايت، ودايت صحي، وهتاكل اللي انت نفسك فيه،
بس بكميات اقل بمساعده بيستا، وكمان هيحفز الحرق معاك.